السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة في مدارس الهيئة التربوية التعليمية، وصلنا وإياكم في دروس التعليم عن بعد إلى الدرس 13 من دروس اللغة العربية. درسنا اليوم لمادة الإملاء، قسم الإملاء، بعنوان حذف الألف وزيادتها. طبعا نحن نعرف أن قواعد الكتابة هي كثيرة ولا يعني مفر من تعلمها، فنبدأ الآن من الأمثلة المسجلة أمامكم. لا إله إلا الله الرحمن الرحيم، هذا وهذه وهذان وهذين وهؤلاء، ذلك وأولئك، لكن ولكن، علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين، زيد بن علي. الآن لو تأملنا المثال الأول، لا إله إلا الله الرحمن الرحيم، لوجدنا أن هذه الكلمات بعضها نلفظ ألفا لكننا لا نكتبها ولا نرسمها بالكتابة، فما هي الكلمات التي حذفت منها الألف رسما؟ كلمة إله، فهنا يوجد ألف تلفظ وينطق بها إلا أننا في الكتابة الإملائية لا نكتبها. وأيضا كلمة الله، لفظ الجلالة، هنا يوجد ألف محذوفة، وأيضا كلمة الرحمن. إذن نقول هناك مجموعة من الكلمات تحذف منها الألف كتابة لا لفظا، باللفظ والنطق تقرأ إلا أننا بالكتابة لا نكتبها، مثل كلمات إله، الله، الرحمن. وأيضا في المجموعة الثانية، هذا، هذه، هذان، هذين، هؤلاء، نحن نعرف أن أسماء الإشارة كلها تبدأ بها، اسمها هاء التنبيه، إلا أن هاء التنبيه هذه تكون محذوفة الألف، تكون محذوفة الألف مع غالب أسماء الإشارة، تمام؟ فإذا هذا هي باللفظ، نحن نلفظ ألفا بعد الهاء، وأيضا هذه، وأيضا هذان، وهذين، وهؤلاء، كلها نلفظ وننطق ألفا بعد الهاء، إلا أننا بالكتابة لا نكتبها، إلا أسماء الإشارة التي تبدأ بالتاء والهاء، فإننا نكتب هذه الألف في هاء التنبيه. فمثلا كلمة هاتان، وكلمة هاتين، وكلمة ها هنا، فقط أسماء الإشارة هذه التي نكتب الألف في هاء التنبيه. أما باقي أسماء الإشارة فيجب أن نحذف الألف من هاء التنبيه بالرسم وتبقى في النطق. أيضا عندنا ذا، هو اسم إشارة. هذا الاسم الإشارة عندما تتصل به لام البعد وكاف الخطاب، فأيضا نحذف هذه الألف من وسط اسم الإشارة، فنكتبها ذلك، نحذف الألف بعد الذال. اسم الإشارة للجمع أولئي، اسم الإشارة للجمع أولئي يكتب بهذه الصورة، إلا أن هذا الاسم لما تتصل به كاف الخطاب فيكتب بهذه الصورة، يعني أننا نحذف الألف بعد اللام. وأيضا عندنا حرفي لكن ولكن. لكن هو حرف عطف يفيد الاستدراك، ولكن حرف طبعا مشبه بالفعل، وهذان الحرفان يجب أن نحذف الألف بعد اللام. نحن نقول لكن، لكن، فيجب أن ننتبه إلى رسم هذه الكلمات بشكل صحيح. إذن نقول القاعدة، هناك كلمات تحذف منها الألف في الكتابة لا في اللفظ، إذن فقط نحذف الألف من كتابتها، أما في لفظها فتبقى، وهي الله، إله، الرحمن، وأيضا أسماء الإشارة، هذا، هذه، هذان، هؤلاء، ذلك، وأولئك، ولكن، ولكن. هذه هي الكلمات التي تحذف الألف من وسطها.
أما عندنا باقي الأمثلة، علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين. نحن نعرف أن كلمة ابن، كلمة ابن هذه هي من الأسماء العشرة تبدأ بهمزة وصل، إلا أن هذه الهمزة تحذف من كلمة ابن بعدة شروط. الشرط الأول أن تقع كلمة ابن بين اسمي علم، هنا سبقت باسم علم علي وأبي طالب اسم علم. إذن الشرط الأول حتى نحذف الهمزة من كلمة ابن أن تقع بين علمين، بين اسمي علم. الشرط الثاني أن يكون العلم الثاني هو أب للأول. والشرط الثالث، أن تكون كلمة ابن نعتا لا خبرا، تمام؟ فهلا لاحظ مثلا في المثال الذي يليه جاءت كلمة ابن خبر، فلذلك لم نحذفها. الآن أنا أخبرك أن زيدا هو ابن علي، فكلمة ابن في هذا المثال جاءت خبر، مع أنها وقعت بين علمين، إلا أنها لما وقعت خبرا لم نحذف الهمزة. إذن تحذف همزة ابن بعدة شروط: أن تقع بين اسمي علم، وأن يكون العلم الثاني هو أبو للأول، وأن يكون أو أن تكون كلمة ابن هي نعت لا خبر، تمام؟ وهمزة ابن إذا جاءت في أول السطر حتى وإن كانت وقعت بين علمين فيجب أن تبقى الهمزة. يعني لو أننا نحن وصلنا علي ابنه وكتبنا كلمة ابن في أول السطر فيجب أن تبقى الهمزة. القاعدة: كلمة ابن تبدأ بهمزة وصل وتحذف منها هذه الهمزة إذا وقعت بين اسمي علم وكانت نعتا ولم تقع في أول السطر. تثبت، يعني تبقى هذه الهمزة، لا نحذف همزة ابن، إذا لم تقع بين علمين. يعني لما تقول جاء ابن الخطاب، جاء ابن علي، ما وقعت بين علمين، عندئذ تثبت هذه الهمزة. وإذا كانت خبرا كما في المثال زيد بن علي، فأنا أخبرك، أو وقعت في أول السطر، فعندئذ تبقى همزة ابن. ننتقل إلى الأمثلة المسجلة في المجموعة مي: إن لكل باب مفتاحا ولكل عقدة حلا. نلاحظ أن كلمة مفتاحا وكلمة حلا منونة تنوين نصب، وهذا التنوين وضعنا له كرسيا أو ألفا نرسم التنوين عليها، تمام؟ إذن تنوين النصب يحتاج إلى ألف، وهذه الألف تكتب ولا تلفظ، تكتب ولا تلفظ، لذلك نقول مفتاحا. إذن يحتاج تنوين النصب إلى ألف ترسم ولا تلفظ. وتنوين النصب نرسم له ألفا إلا في أربعة مواضع. مثلا إذا كانت الكلمة منتهية بتاء مربوطة، أنت تقول قرأت قصة لطيفة، هذا الاسم انتهى بتاء مربوطة، لذلك مس ما احتجنا إلى ألف، نضع التنوين النصب عليها. وأيضا إذا كانت الكلمة تنتهي بألف، رأيت فتى شجاعا، تمام، هنا لا نحتاج إلى ألف تنوين النصب. امتلأ الوعاء ماء، كلمة ماء لا تحتاج إلى ألف تنوين النصب، ومثلها كلمة بناء، تمام؟ تماما، لأن الكلمة هنا انتهت بهمزة على سطر وقبلها ألف، وغيرها أمثلة كثيرة مثل ماء وسماء، تمام؟ فهنا لا تحتاج إلى ألف لتنوين النصب. والموضع الأخير الذي لا يحتاج إلى ألف هو أن الكلمة إذا انتهت بهمزة مرسومة على ألف، خطأ، اكتشف الطالب خطأ، ملجأ، تمام؟ هنا هذا التنوين لا يحتاج إلى ألف. إذا يحتاج، طيب أستاذ السؤال، أحيانا بيقولوا أن موقع التنوين هو خطأ شائع، لكن كلمة شجاعة هل نضعه على الألف أم على؟ ممتاز. طبعا هذا الكلام الخلاف فيه وارد، وكلاهما صحيح. يعني إذا وضعنا التنوين على العين هو أمر صحيح، لأن التنوين هو بالأساس لحرف العين، التنوين هو بالأساس للحرف وليس للألف، تمام؟ فإذا وضعنا التنوين على العين هو صحيح، وأن وضعنا التنوين على الألف هو أيضا صحيح لا خلاف فيه.
فإذا نقول إن تنوين النصب يحتاج إلى ألف نرسب التنوين عليها إلا في أربعة مواضع. إذا انتهت الكلمة بتاء مربوطة، أو إذا انتهت بألف، أو إذا انتهت بهمزة على سطر مسبوقة بألف، أو إذا انتهت بهمزة مرسومة على ألف. نقرأ القاعدة: تزاد ألف على آخر الاسم المنصوب المنون عادة إذا لم يكن منتهيا بتاء مربوطة أو ألف كما في كلمة فتى، أو همزة على ألف كما في كلمة خطأ، أو همزة مسبوقة بألف كما في كلمة ماء وسماء وبناء. ننتقل إلى المجموعة جيم: الطلاب كتبوا فروضهم. أيها الطلاب ادرسوا بجد. أيها الطلاب ادرسوا بجد. الطلاب لم يقصروا ولن يتكاسلوا عن واجباتهم. المؤمن يدعو الله. الآن في المثال الأول نلاحظ أن الفعل كتبوا، الفعل كتبوا انتهى هذا الفعل بواو، وبعد هذه الواو جاءت هذه الألف، كتبناها إلا أنها لم تلفظ. نحن نقول كتبوا هذه واو الجماعة وكتبنا بعدها ألف. وفي المثال الثاني أيها الطلاب ادرسوا أيضا جاءت واو الجماعة وبعدها ألف، هذه الألف تكتب ولا تلفظ. فما الفائدة من كتابة هذه الألف؟ الفائدة هنا أن نكتب ألفا في آخر الفعل المنتهي بواو الجماعة لنفرق بين واو الجماعة والواو التي تكون من أصل الفعل. تمام؟ الفعل المضارع لما يكون مجزوما أو لما يكون منصوبا طبعا يكون في الجماعة منتهيا بواو الجماعة، وهذا منتهي بواو الجماعة، فنضع بعده ألف تسمى ألف فارقة حتى نفرق بين الواو الأصلية والواو التي تكون واو الجماعة. تمام؟ خطأ شائع عند الكثير أن عندما نكتب نرجو وعندما نكتب ندعو، البعض يفكر أن هذه الواو هي واو الجماعة، إلا أن هذه الواو هي واو من أصل الكلمة، فلذلك لا حاجة لنا أن نكتب ألفا بعدها. أنت تلاحظ أن عندما نكتب في واو جماعة، إذن هنا لا يوجد واو الجماعة. عندما يكون الكلام للمتكلم لا يوجد واو الجماعة، فلا حاجة أن نكتب ألفا بعدها. إذن نقول إن الألف هذه الزائدة تزاد بعد واو الجماعة في الأفعال الماضية والأمر والمضارع المجزوم والمنصوب، تمام، حتى نفرق بين واو الجماعة والواو التي تكون من أصل الفعل. القاعدة للتمييز بين واو الجماعة والواو الأصلية في الفعل، إذن هذه الألف التفريق لا تكون إلا في الأفعال. فمثلا البعض يفكر أن كلمة مدرسو هذه الواو في اسم لا تحتاج إلى ألف، هي فقط في الأفعال. نزيد ألفا بعد واو الجماعة نسميها الألف الفارقة. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية درس الإملاء، وأذكركم أعزائي الطلبة بالوظيفة والواجب المنزلي: حفظ القاعدة الموجودة في الصفحة 140 وحل التمرينات في الصفحة 140 أيضا، وحفظ القاعدة أيضا في الصفحة 142 وحل التمرينات أيضا في الصفحة 143. إلى لقاء آخر، أترككم بعون الله وحفظه، ولا تنسوا ولا تترددوا في التواصل معنا عبر الواتساب للاستفسار والسؤال عن أي شيء غير واضح، والسلام عليكم.